خلصت حمولة يا ابو حدو؟ ليه زعيم؟ واصلي واصلي. خلصت حمولة؟ خلصت حمولة. بتوصلهم مثل ما قلت لك الله يرضى عليك. وحطيت بكل كيس حوالي 60 كروز فشاك. يعطيك العافية منيح. ايه وانت راجع اذا رجعت. شو؟ بدي تبلغ لي ام فهد بانه ابو فهد اعطاك عمره. ليش ابو فهد اعطاك عمره؟ ايه مات ابو فهد. حسبي الله ونعم الوكيل. شلون؟ طلعت فوق المدحلة. ابو فهد لسمين؟ ايه طلعت فوق المدحلة؟ ايه طلعت فوق المدحلة. طيب خلي غيري يبلغها. انت لانك ملسن وبتعرف تحكي يا ابو حدو. لك هاي المهمة. يلا بدك شي؟ بسلامة. يلا موفق. مهمة ورا مهمة، مهمة ورا مهمة، خلينا نخلص أول شيء أول وحدة، إن شاء الله تمروا على خير. أبو كيفك؟ أهلين حدو. شفت على المهمة اللي وكلني فيها الزعيم؟ لك أنا مهمة. لك وكلني روح خبر أم فهد إنه أبو فهد مات. أبو فهد مات؟ هيك عم يخبرني. ولي على الخبرية؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي خبرها؟ والله ما بعرف. تركني روح. لك روح الله يكون بعونها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا. مين؟ مرحبا أختي. أهلين أخي. هون أبو فهد؟ لا والله يا أخي مانو هون. بعرف. أختي أبو فهد شو بيشتغل؟ شوفير مدحلة أخي. طيب شلون شكله؟ قصير وسمين. إيه هلأ صار طويل ورقيق.